بعيدا الأنباء المتصاعدة بخصوص سحب روسيا جنودها من سوريا إلى أوكرانيا وتسليم مواقعها والمعدات فيها إلى فصائل تابعة لإيران والزيارة الخاطفة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، نفذت إسرائيل هجمات بالصواريخ على محيط ريف القنيطرة جنوبية سوريا، فما التفاصيل وما طبيعة الأهداف وما الذي أرادت إسرائيل إيصاله بهذا التوقيت؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد ينضم إلينا من دمشق رئيس حزب سوريا أولا السيد سلمان شبيب. سيد سلمان، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن ضربات إسرائيلية ليست بالأولى من نوعها، لكن من ناحية التوقيت في أي سياق تندرج هذه الضربات والاستهدافات الإسرائيلية للجنوب السوري وتحديدا إلى ريف القنيطرة؟ سيد سلمان، تحية لكم ولمشاهديكم ولكل مستمعيكم. هذه الاعتداءات الإسرائيلية كما تفضلتم أصبحت متكررة. لا أعتقد أنها مرتبطة بتوقيت معين. إسرائيل تريد أن تلقي يعني تشهر عدوانيتها دائما تجاه سوريا وأن تكون تفرض نفسها كلاعب في الملف السوري من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة التي تشنها يعني كل فترة وفترة. ربما هذا العدوان يعني تميز بأنه يأتي بعد زيارة السيد الرئيس إلى طهران، ويعني الرسائل التي حملتها هذه الزيارة والتحليلات التي يعني حاولت أن تقرأ هذه الزيارة الهامة جدا يعني بتصوري وبتصور كل المحللين، قالوا بأن هذه الزيارة تكون مفصلية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بمختلف وجوه الاقتصادي والعسكري والسياسي، خاصة إذا يعني ربطنا هذا الموضوع بأن الحليف الثاني الرئيسي لسوريا وهو الحليف الروسي الآن يبدو أنه مشغول وربما أكثر من مشغول في الملف الأوكراني، وهناك معلومات تقول بأن هناك انسحابات روسية من بعض المناطق يعني يملأ هذا الفراغ كما تقول تحليلات، وأنا لا أعتقد أن يعني هذا الكلام صحيح كثيرا أنه تم يملأ من قبل القوات أو الحلفاء. يعني سيد سلمان، حضرتك وصفت بأن الحليف الثاني لسوريا هو مشغول بالحرب الأوكرانية، وهنا في إشارة إلى الجانب الروسي. إذن الحليف الأول الإيراني على الأرض ربما يكون هو السبب الذي تضعه إسرائيل مرارا وتكرارا بهذه الضربات المتكررة سواء كانت جوية أو صاروخية. سيد سلمان، بأن وجود قوات إيرانية، هل فعلا هناك تبادل للأدوار بين القوات الروسية والإيرانية على الأرض؟ هناك انسحابات روسية وتعزيزات إيرانية لملء الفراغ، وهذا ربما ما يعني يضع رؤية بعض المحللين في أن هذه الخطوات هي سبب رئيسي وراء هذه الاستهدافات. إسرائيل تضع هذا العنوان دائما كمبرر لاعتداءاتها المتكررة على سوريا، وأنا لا أعتقد أنه هذا السبب الحقيقي، لأنه فعلا ليس هناك
هناك، وأنا يعني لدي معرفة ولدي قناعة بأنه ليس هناك تواجد عسكري إيراني مباشر وكبير على الأرض السورية. هناك مستشارين، هناك بعض تنظيمات الحليفة لإيران كقوات مقابل حشد الشعبي تتواجد فعلا، كقوات حزب الله متواجدة فعليا على الأرض. طيب هذا ما تعتبره إسرائيل إيراني. أستاذ سلمان، يعني هذا ما تعتبره إسرائيل أذرع طهران في المنطقة، سواء كان حزب الله أو الحشد الشعبي أو حتى يعني بعض الفصائل فاطميون زينبيون وما شابه ذلك المدعومين من قبل النظام الإيراني. هذه التنظيمات وجدت لمساعدة الجيش السوري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وخاصة أنها تتواجد في المنطقة الشرقية، باستثناء حزب الله ليس لها تواجد إلا في المنطقة الشرقية، في منطقة دير الزور لأبو كمال وغيرها حيث الحدود السورية العراقية. هذه التنظيمات تتواجد على هذه الحدود لحماية العراق وحماية والدفاع عن سوريا، لمساعدة الجيش في الدفاع عن سوريا في وجه داعش، لأن داعش هو التنظيم المتواجد في هذه المنطقة والذي هناك محاولات دولية وأقليمية لإعادة إحيائه من جديد. نرى أن داعش قد يعني عاد إلى الساحة من جديد ويقوم بعمليات إرهابية متواصلة تستهدف الجيش السوري، تستهدف المدنيين، تستهدف الرعاة سواء في سوريا أو في العراق. وبالتالي هذه التنظيمات لها دور محدد وهو مواجهة داعش، وليس ولا تشكل أي تهديد. يعني تنظيم يعني تقريبا تنظيم ميليشياوي، يعني ماذا يشكل تواجد في أبو كمال أو على حدود السورية العراقية، ماذا يشكل من تهديد على الأمن القومي الإسرائيلي أو على إسرائيل كما تدعي إسرائيل؟ ليس هناك أي تهديد، وليس هناك أي تهديد لا من الأرض السورية على إسرائيل حاليا. يعني هذا ما كنت أود الإشارة إليه سيد سلمان، بأن لطالما حضرتك تؤكد بأن الأهداف التي تقوم إسرائيل بضربها مرارا وتكرارا سواء في محيط دمشق أو في البادية السورية ريف حمص وحتى في الجنوب السوري لا تحوي أو لا تواجد للقوات الإيرانية كما تقول إسرائيل على الأرض، إذن ما التهديد أو ما طبيعة هذه الأهداف؟ ما التهديد الذي تشكله على إسرائيل لتقوم إسرائيل باستهدافه وبشكل مكثف ومتصاعد بين الفينة والأخرى؟ ليس هناك أي تهديد، هناك عدوانية إسرائيلية تريد أن تعبر عن نفسها. إسرائيل تريد أن تقول بأنها حاضرة ولها دور في الملف السوري ويجب أن يؤخذ رأيها في أي حلول مستقبلية. أكبر دليل على أن من تستهدفهم هم مواقع سورية الشهداء الذين يسقطون من الجيش السوري، ضباط وشهداء وكل اعتداء إسرائيلي نرى نعوي لعدد من الشهداء، ينعي يعني على صفحات التواصل هناك نعوات لعدد من الشهداء الذين يسقطون نتيجة هذه الاعتداءات. قد يكون هناك بعض الخبراء الإيرانيين متواجدين، لكن أنا أؤكد أن التفاهم الذي أبرم برعاية روسية على أن والذي ينص على أن ليس لن يكون هناك تواجد لا لإيران ولا لقوى حليفة لإيران على مسافة 50 أو 55 كيلومتر من الحدود بين سوريا وإسرائيل، تلتزم به سوريا وتلتزم به كل الأطراف، وإسرائيل لا تقول غير ذلك. لماذا هذه العدوانية إذن التي تستهدف هذه المواقع وهي مواقع عسكرية سورية ويسقط عدد من الشهداء السوريين في كل مرة؟ إذن ليس الهدف هو حماية أمن إسرائيل، لأنه لا أحد يشكل يعني حاليا. إذن ما الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها سيد سلمان؟ ما الرسائل التي تبحث عنها تل أبيب؟ إسرائيل تريد أن تقول بأنها حاضرة في المنطقة، لا تزال قوية، لا تزال تريد أن أيضا هناك مأزق إسرائيلي وهي العمليات التي يقوم بها المجاهدين الفلسطينيين خلال هذه الفترة. نرى كل يوم تقريبا أو كل يومين عمليات ناجحة المجاهدين الفلسطينيين، يعني تدعوا أساليب نضال جديدة. الحقيقة ليست، لا أعتقد أنهم مرتبطين بتنظيمات، لكن هناك عمليات شبه يومية وهناك نتائج. يعني هذه العمليات ناجحة وهزت الكيان الإسرائيلي من بعمق، هزته بعنف يعني من الداخل. إسرائيل تريد أن تلجأ أن تهرب إلى الأمام من خلال هذه الاعتداءات بأنها لا تزال قوية، لا تزال زراعة قوية تستطيع أن تصل إلى أي مكان وأن تضرب وأن تعتدي، تستغل الضعف الذي أصاب سوريا نتيجة الأحداث التي مرت بها طوال 11 عام من الأحداث الداخلية. لا نستطيع أن ننكر بأن سوريا ليست بقوتها كما كانت، وبالتالي هي تشن هذه الاعتداءات. هناك نوع من التفاهمات أيضا
الإقليمية والدولية التي تحد من يعني من إمكانية الجيش السوري على الرد في العمق الإسرائيلي. يستطيع الجيش السوري أن يطلق صواريخ وأن تصيب يعني أي منطقة في إسرائيل، لكن هناك تفاهمات إسرائيل تستغلها حتى الآن بشكل، لكن يعني إسرائيل يجب أن تحسب حسابها بأن هذه تفاهمات لن تبقى دائمة، ولا بد أن يأتي اليوم الذي سيكون هناك رد من قبل سوريا على هذه الاعتداءات، وأن تدفع إسرائيل ثمن لهذه السياسة العدوانية التي تنتهجها تجاه سوريا وتجاه كل المنطقة. رئيس حزب سوريا أولا السيد سلمان شبيب، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. من روما ينضم إلينا الكاتب والناشط السياسي الأستاذ مسعود محمد. أستاذ مسعود مرحبا بك. إذن لا وجود للقوات الإيرانية على الأرض، وكل ما تدعيه وتضعه ذريعة إسرائيل لاستهداف الأراضي السورية هو محض افتراء لتبرير يعني هذه الضربات بحسب ما وصف السيد سلمان شبيب ضيفي من دمشق. كيف تعلقون على هذه الاستهدافات المتصاعدة علما أنها ليست الأولى من نوعها وليست بالجديدة على الأراضي السورية؟ تحية لك وللسادة المشاهدين، أهلا بك. أعتقد أن ضيفك كان يقول أنه زي ما بيقولوا بمصر الجو بديع والدنيا ربيع، عرفت كيف؟ ما في لا احتلال إيراني بسوريا ولا وجود للقوات الإيرانية وليس هناك أي مخططات إيرانية. طبعا باستثناء أستاذ محمد كي يعني ننقل الصورة بشكل واضح، عذرني على المقاطعة ولكن فقط لننقل الصورة بشكل واضح، باستثناء بعض المستشارين، واستند بذلك على أن من يتم يعني من ينعون على مواقع التواصل الاجتماعي هم عبارة عن ضباط وجنود من قوات الحكومة السورية. نعم، وآلاف الأفغان وآلاف مقاتلي حزب الله وآلاف من المقاتلين العراقيين ماذا يفعلون هؤلاء بسوريا؟ هؤلاء ليسوا أتباع للنظام الإيراني وليسوا تابعين لقوات الحرس الثوري. هل يريد أن يقول لنا أن إيران لا تتدخل بسوريا وأن زيارة الأسد لسوريا كانت زيارة عاطفية أخوية؟ هو اشتاق لولي أمره خامنئي وأراد أن يطمئن على صحته، هل هذا ما كان يريد أن يقوله ضيفك؟ لا أعتقد. أرجو أن لا يستخف فينا ضيفك إلى هذا المستوى. طيب، من وجهة نظركم أعقد من ذلك. من وجهة نظركم أعقد من ذلك. نعم. هناك إعادة تنشيط، أيوة، للقوى الفلسطينية من خلال سوريا وبالتحديد الجبهة الديمقراطية التي كانت تابعة لأبو موسى وأحمد جبريل عفوا، أوكي. وهذه القوات العسكرية التي كانت تابعة له عادت تنشيط قواتها وتدريبها من خلال إيران، وهي تقوم بالتحضير للقيام بمجموعة من العمليات داخل فلسطين إذا صح لها. وبالمقابل حزب الله أيضا يقوم بتهريب السلاح والقيام بعمليات مساندة لحماس والجهاد داخل فلسطين، وهذا جانب من الجوانب التي تقلق إسرائيل. لذلك هي وجهت رسالة تحذير لسوريا وقالت لسوريا إذا أنت كنت ستفتحين الحرب فستكون الحرب بشكل مباشر عليك وليس على الأذناب الذين تسهلين لإيران دخولهم إلى أراضينا وضربنا. هذا من جانب. الجانب الثاني، إسرائيل ما زالت تشعر بأن المجتمع الدولي ليس جدي بعملية التعامل مع إيران حول المشروع النووي، وهي تريد أن تقول بشكل دائم للمجتمع الدولي نحن هنا جاهزين لضرب إيران ولضرب أتباع إيران ولمنع هذا المشروع النووي بالتقدم إلى الأمام، وخاصة وأن إسرائيل هي أكثر من تعلم مدى تقدم هذا المشروع، وهي من خرقت الشارع الإيراني والأمن الإيراني واستطاعت أن تصل إلى مجموعة كبيرة من الوثائق أخرجتها من داخل إيران أثبتت بأن إيران أصبحت بمرحلة متقدمة بالمشروع النووي. هذه هي المسألة. المسألة مش أنه والله كما قال ضيفك الكريم بأنه النظام السوري أصبح ضعيف والإسرائيلي يتمرجل عليه، ما هو كل عمره يتمرجل عليه، حتى بقوة وجود حافظ الأسد كان الإسرائيلي يتمرجل على النظام السوري، والنظام السوري عميل تابع خاضع
لا يرد، لم نجد مرة واحدة النظام السوري رد بشكل جدي على الإسرائيلي. يا ليت مرة واحدة هذا النظام السوري يقوم برد حقيقي على إسرائيل. طيب أستاذ مسعود، يعني اليوم نتحدث عن عامل أو لاعب جدا مهم على الساحة السورية، العامل الروسي أو اللاعب الروسي حقيقة المنشغل حاليا في الأزمة الأوكرانية. كيف يعني يرى أو ينظر من وجهة نظركم طبعا إلى هذا التوسع الإيراني؟ يعني هناك العديد من التحليلات تفيد بأن من يملأ الفراغ الروسي على الأرض السورية هم الإيرانيين اليوم. الروسي قلق وعنده أزمة ثقة مع النظام الإيراني الذي طرح نفسه بلحظة من لحظات الاحتدام المعركة داخل أوكرانيا كبديل لروسيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وهنا كان مصدر القلق الروسي الحقيقي. وحسب معلومات خاصة عندي تم توجيه تحذير حقيقي للنظام الإيراني من خلال الروسي ومن خلال الصيني أيضا بأنه ممنوع اللعب بهذه المسألة، وتم فرملة المفاوضات التي كان النظام الإيراني يراهن على أن تتم للآخر مقابل رفع الحصار عن الحرس الثوري ومجموعة من الطلبات الإيرانية وتأمين مصادر الغاز بشكل كامل لأوروبا وحلفاء أمريكا. لذلك الروسي قال تفضل. وأعتقد بأن الروسي لن يسمح للنظام الإيراني بأن يلعب لعبته لا داخل سوريا ولا في المنطقة، خاصة وأن الروسي وصل إلى قمة المعركة وهو بهذه اللحظة. لكن من يلعب على هذا الحبل أستاذ مسعود، من يلعب على هذا الحبل ومن يحاول الاستفادة من التناقضات هي الحكومة السورية وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الأسد. كيف سيتم الرد على الحكومة السورية من قبل الجانب الروسي الذي يعني يرى بأن الحكومة السورية وزيارات الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا ربما تصب بهذا الاتجاه باتجاه تحصيل الدعم وملء الفراغ الروسي؟ بشار الأسد الذي يعتقد بأنه وزير على رقعة الشطرنج هو ليس إلا بيدق، لا يكلف الروسي إلا واحد من حراسه يغتالوه، هذا هو رسماله لبشار الأسد وهذا هو كلفته لدى الروسي. واحد من حراس بشار الأسد سيكلف الروسي ويغتاله. بشار الأسد ليس لاعب رئيسي بهذه المسألة، هو بيدق يلعب به الإيراني ويلعب به الروسي وحتى الإسرائيلي يلعب به، وهو كل يوم يرسل رسائل للإسرائيلي لتفاهم مع الإسرائيلي والتودد للإسرائيلي. وهذه كانت أحد أهم أهداف بشار الأسد عندما ذهب إلى الإمارات، كان عنده هدفين. الهدف الأول استعادة أموال مخلوف ابن خاله، لأنه الأموال موجودة بالإمارات وهو كان يريد أن يستولي عليها وأن يسترجعها. والهدف الثاني كان يريد أن يستكشف مدى إمكانية فتح حوار مع إسرائيل من خلال الإمارات، وهو فشل بالهدفين. الأستاذ مسعود محمد الكاتب والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من روما، شكرا جزيلا لك. من حيفا ينضم إلينا الأستاذ إيهاب جبارين المحلل بالشأن الإسرائيلي. أستاذ إيهاب مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. ربما هذه الاستهدافات الإسرائيلية وإن لم تكن الأولى من نوعها والجديدة، إنما هي متجددة ومتصاعدة، لكن جاءت في توقيت ربما يعني توقيت منشغل الجانب الروسي في الأزمة الأوكرانية، وتوقيت أيضا على أعقاب أو في أعقاب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران. ما الرسائل التي بحثت عنها إسرائيل بهذا التوقيت أستاذ إيهاب؟ نعم تحياتي. يعني إضافة إلى الأمرين الثانيين التي كنت قد تفضلت وذكرتهم، هنالك الأمر الثالث والذي أود أن أبدأ به هو الأزمة الداخلية في داخل إسرائيل. إذ تعتبر هذه الحكومة هي واحدة من أسوأ الحكومات من الجانب الشارع الإسرائيلي التي كانت قد تسدت سدة الحكومة، وبالتالي يعني غالبا ما نرى أن الحكومات الإسرائيلية عندما يختل لديها موازين الاستراتيجية و الموازين الأخرى تحاول أن تعوض عن ذلك من الجانب الأمني. فبالإضافة يعني لكل ما تقوم فيه الآن في داخل الضفة ويعني ربما قطاع غزة لم يكن كذلك، يعني حتى اليوم كان لدينا الخبر الكئيب عن إصابة الصحفية شيرين، صحيح مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. ف
بالإضافة عن كل هذا يعني تحاول أن تعوض إسرائيل عن كل مساوئها في الجانب الأمني، وواحد من الجبهات يعني بالإضافة للضفة الغربية وقطاع غزة طبعا بدون أدنى شك الجبهة السورية. يجب أن نتذكر أن مثل هذه الاستهدافات لا تصدر يعني ربما في داخل الضفة الغربية استهدافات معينة أو ليست بحاجة لموافقة من مجلس الوزراء الأمني المصغر، لكن استهدافات كهذه بدون أدنى شك هي بحاجة لمثل هذه المصادقة، وبدون أدنى شك يعني هنالك رسائل أخرى تحاول إسرائيل تمريرها. فإلى جانب ذلك يجب أن نتذكر كل يعني زيارة الأسد لطهران أخرى، يعني إسرائيل ترى في ذلك نوع من يعني التغيير الاستراتيجي الذي ممكن أن يتوقع بالذات بعد يعني وصول لطهران لتفاهمات بالنسبة ل مخططها النووي ومشروعها النووي. فبالتالي يعني كلما تقدمت طهران في ذلك المشروع ممكن أن يؤثر عليها بالتالي كذلك على حضورها في داخل سوريا، وهذا يعني أحد الرسائل التي تريد أن تمررها. يعني نحن غير راضيون عن كل ما يجري بالنسبة لاتفاقية النووية في إيران، وكذلك بالنسبة للحضور، لأنه يجب أن نتذكر أن الحضور الذي تخشاه إسرائيل في سوريا هو ليس فقط الحضور العسكري بل ما بعد ذلك، الحضور الثقافي والحضور الاستخباراتي كذلك. يعني هذان الأمرين الاثنان الذي تخافهم إسرائيل أكثر وأكثر. طيب جميل. والأمر الثالث كذلك نعم بدون أدنى شك هو رسالة روسيا عفوا، يعني هنالك الكثير من التوترات مع الجانب الروسي مؤخرا في ظل تصريحات وزير الخارجية التي كانت ضد إسرائيل والتي وصفوها بمعادية للسامية. كان هنالك الكثير من التوترات حتى يوم أمس، يعني الوزير السفير الروسي كان قد ترك الاحتفالات في داخل الكنيسة الإسرائيلي في خطوة احتجاجية. فبدون أدنى شك كذلك أن هنالك رسائل لروسيا تحاول إسرائيل تمريرها. في نهاية المطاف إسرائيل لن تستطيع ولن تقدر يعني إصابة استهداف مواقع روسية بشكل مباشر ولا حتى عن طريق أوكرانيا، لكن هي تستهدف المواقع أو بشكل غير مباشر. لكن اليوم الجانب الروسي أستاذ إيهاب، الجانب الروسي ربما بين خيارين أحلاهما أمر إما تمدد القوات الإيرانية في الداخل السوري أو السماح لإسرائيل بتنفيذ كل عملياتها على الأراضي السورية من استهدافات. يعني اليوم كلا الخيارين ربما لا يصب في صالح اللاعب الروسي المنشغل حاليا في الأزمة الأوكرانية. بهذا تحديدا يعني إسرائيل تستغل ضعفه في داخل أوكرانيا، تستغل يعني وجوده في داخل حلبة وجبهة، وهي تعلم جيدا أنه يعني غير مستعد يعني لأي ردود وأي رسائل. يعني إذا كنا قد نتذكر أنه فيما مضى كانت روسيا تستنكر مثل هذه الاستهدافات، الآن جانب روسي يعني غير لا يوجد لديه مساحة لمثل هذه الاستنكارات، ويعني أقل جبهة يعني تؤرق منام الجانب الروسي هي الجبهة السورية. فبدون أدنى شك يعني إسرائيل تستغل هذا الضعف وتتوغل كرسائل مبطنة من كهذه أو كأخرى. الأستاذ إيهاب جبارين المحلل بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من حيفا، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني علقت جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في مخيم الهول شرقية محافظة الحسكة عملها في القطاع الخامس من مخيم الهول والذي يأوي عوائل وأطفال لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بسبب تعرض مكتب منظمة المجلس النرويجي للاجئين إلى اعتداء وهجوم مسلح. فما التفاصيل وكيف سيؤثر هذا الانسحاب وإلى أين يمضي مخيم الهول الذي اعتبر مدينة الموت والاغتيالات والتربية الإيديولوجية لأطفال داعش لتخريج جيل من الإرهابيين أكثر ضراوة وشراسة من سلفهم؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. Thank you.
بهذا الخصوص ينضم إلينا من شمال شرق سوريا الأستاذ مهند إبراهيم الصحفي والمراسل الميداني. أستاذ مهند مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. نبدأ من الحدث الأبرز في مخيم الهول وهو تعليق منظمات دولية وحتى محلية عملها في القطاع الخامس من المخيم بعد اعتداء مسلح على أحد مكاتب المنظمات وهي منظمة المجلس النرويجي للاجئين NRC. يعني ما هي الدوافع التي يعني ربما يقوم بها هؤلاء الإرهابيين ضد منظمات معنية بحقوق الإنسان ربما تقدم يد العون لهذه العوائل المتواجدة بمن فيهم عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول؟ نقصد يد العون الإنسانية. يعني مهند تحية طيبة لك وللسادة المتابعين. طبعا مخيم الهول هي المعضلة الأكبر والأصعب حلا في شمال وشرق سوريا في الحقيقة، خاصة وأن الإدارة الذاتية دائما عولت على ضرورة حل هذا الملف الشائك في الحقيقة، لكن لا يوجد أي استجابة دولية حقيقة تجاه هذه الدعوات والنداءات التي أطلقتها الإدارة الذاتية. طبعا كما أسلفت الذكر أنت في حديثك، منظمة النرويجية التابعة للمجلس النرويجي هي منظمة الـ NRC وهي الخاصة بتوزيع المياه في مخيم الهول، وخاصة تقع في الفيز الخامس داخل مخيم الهول. هذه الاستفزازات التي تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابية وهذه الاعتداءات ليست بالأمر الجديد في مخيم الهول، فالأمر في مخيم الهول أصعب من موضوع الاعتداء أو التهديد. هناك عمليات قتل يومية نشاهدها تحدث في مخيم الهول، والذين يتم استهدافهم بعض الذين خرجوا من صفوف تنظيم داعش أو بعض ممن يعملون داخل المنظمات الإنسانية داخل مخيم الهول. تنظيم داعش الإرهابي وعبر توجيهات خاصة تقوم بها تركيا يطمح إلى إخلال الأمن في المنطقة وتوجيه ضربة أو توجيه هجوم ضد مناطق الإدارة الذاتية. طبعا الهجوم الذي حدث على سجن الصناعة نستطيع أن نقول بأنه قد يتكرر في مخيم الهول، لأن تنظيم داعش أفلس وفشل في هجومه على سجن الصناعة في الحسكة، ولكنه يرى بأن البنية الجغرافية لمخيم الهول هي سهلة وهي قد تمكنه من السيطرة على مخيم الهول أو تحقيق مكاسب هناك، خاصة وأن هناك ما يقارب 2423 ألف عائلة من تنظيم داعش الإرهابي، قرابة 12,000 من عوائله وأطفاله، وهناك أكثر من 4,000 من أشبال الخلافة هناك الآن داخل مخيم الهول. أطفال من الآن نستطيع أن نقول بأنهم ليسوا أطفال، هناك شبان، هناك أشبال خلافة، ونستطيع أن نقول هناك مقاتلون لتنظيم داعش. كيف تتعامل مهند يعني مع هذه الخطورة المتزايدة؟ كيف تتعامل القوات الأمنية في مخيم الهول مع هؤلاء الذين يعني بحسب ما وصفتهم أشبال الخلافة؟ ربما هذا الخطر الحقيقي وهذا بيت القصيد في هذا القطاع من المخيم مهند. طبعا مهمة حماية وتأمين مخيم الهول سواء خارجا وداخلا تقع على عاتق قوات الكوموندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش الأمن الداخلي، لكن كما أسلفت الذكر الموقع الجغرافي لمخيم الهول في حقيقة صعب جدا، هو قريب من الحدود العراقية قرابة 13 كيلومترا في بنية صحراوية، وإلى ذلك السور الذي يحمي مخيم الهول عبارة عن سور ترابي بالإضافة إلى مجموعة من الأسلاك وكاميرات المراقبة، وهذا النظام في الحقيقة ليس نظام محكم نستطيع أن نقول بأن قوى الأمن الداخلي تتمكن من السيطرة على المخيم، خاصة وأن داخل المخيم الآن مجموعة كبيرة من الأسلحة الرشاشة وقواذف RPG وأسلحة كلاشينكوف. الأمر الذي في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن الخطر وشيك وأن أجراس الخطر قد قرعت في مخيم الهول، خاصة بأن اليوم الأرقام ارتفعت منذ تأسيس مخيم الهول إلى الآن أكثر من 148 شخصا قتلوا داخل مخيم الهول، منهم أطفال ومنهم نسوة، وخاصة في القطاع الذي يسكنه العراقيين. هذا الأمر ليس بالجديد، خاصة بأن داعش قد أعلن بداية الثأر لمقتل الخليفين سواء عبد الله قرداش والمتحدث السابق باسم التنظيم، وهذا الأمر هو رسالة لمناطق الإدارة الذاتية ورسالة للمجتمع الدولي بأن داعش يعيد ترتيب صفوفه وداعش يجهز صفوفه لإطلاق عملية قوية. قد نستطيع أن نقول بأن هي عمليات استفزازية وعمليات نوعية
عبر مجموعات مؤلفة من 5 إلى 6 أو إلى 7 إرهابيين يقومون بتنفيذ هجوم. المقصد منه بأن يقوموا بإضعاف الأمن في المنطقة، المقصد منه أن يقوموا بتشتيت صفوف قوى الأمن الداخلي والمواضيع المهمة. الآن 34 منظمة دولية وجمعيات تعمل داخل مقيم الهول. أعادت هذه المقيمات المنظمات عملها منذ ليلة أمس، عملها داخل المخيمات، منها الـ NRC ومنظمة بلومون ويونيسف، وإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي، ومجموعات كبيرة من المنظمات قد بدأت بتنظيم عملها منذ ليلة أمس وإعادة عملها. لكن في الحقيقة الخطر موجود داخل المخيم، خاصة وأن تنظيم داعش الإرهابي يتمكن الآن من إدخال الأسلحة إلى داخل المخيم عبر مجموعة من المنظمات أو مجموعة من الشخصيات تعمل داخل هذه المنظمات. نعم، الأستاذ مهند إبراهيم الصحفي والمراسل الميداني، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا، شكرا جزيلا لك. من درزدن ينضم إلينا السيد يونس بهرام رئيس المنتدى الألماني الكردي. سيد يونس مرحبا بك، سمعت ضيفي من شمال شرق سوريا الأستاذ مهند ربما تحدث بجملة من التفاصيل والمعطيات ووضعنا في صورة ما يجري داخل مخيم الهول، إذن خطر حقيقي ربما إذا ما ذكرنا بشيء يذكرنا بالمعطيات قبيل هجوم سجن الصناعة، ربما كانت تحذيرات وتعالت الأصوات من خطورة هذا المخيم وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي على خطوات فعلية لضبط الأمن في المخيم في السجن عفوا، لكن حدث ما كان يخشاه الجميع. هل نحن اليوم أمام تكرار ذات السيناريو أستاذ يونس؟ بالطبع لا، هي لأنه الدواعش ما زالوا موجودين بكميات كبيرة وأعداد ضخمة ضمن هذا المخيم أو المخيمات، وكذلك تجار الحروب موجودين ما زال في المنطقة، وداعمي الإرهاب موجودين في دول الجوار. لذلك نرى بأن الكثيرين من دول الجوار الذين باتوا يحاربون مباشرة مكتسبات الكرد سواء في روجافا أو في باشور، فهم لا واحدة بل يحاربون على جبهات، ومن ضمن هذه الجبهات هي دعم التنظيمات الإرهابية حتى في داخل المخيمات. فما حدث منذ قبل في سجن الصناعة أو مخيم الصناعة لم تكن من ذاتها، بل كانت هناك دعم لوجستي ودعم خارجي لهذه المنظمات الإرهابية في داخل هذه المخيمات، وهناك لذلك هناك مخاوف أن تتطور الأمور أيضا في مخيم الهول، ومن نفس الفاعلين ومن دعم لوجستي وعسكري وأمني من قبل نفس الداعمين الأوائل. نعم، طيب أستاذ يونس، يعني اليوم ربما تحدث الأستاذ مهند عن زاوية جدا مهمة وهي ما يسمون بأشبال الخلافة، ربما لم يعد مصطلح أطفال ينطبق على هؤلاء، اليوم هم شبان ربما قادرين على حمل السلاح، قادرين على تنفيذ عمليات إرهابية. ما الواجب أو كيف يجب أن يتم التعامل مع هؤلاء الذين ربما هم من يحملون على عاتقهم الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن المخيم؟ أنا أختلف على تسمية شبل، كون اسم شبل تسمى بقوة وتسمى إلى ناس آخرين، أنا أسميهم النيو تيرور، الإرهابيين الجدد. فها خطر هؤلاء أولاد الإرهابيين، خطر ليس فقط على المنطقة بل على الكون برمتها، كون هؤلاء الأطفال الذين ترعرعوا على حليب الإرهاب من في ضمن هذه المخيمات وضمن عوائل المخيمات هذه لم يعرفوا سوى الإرهاب، فخطرهم أكثر بمئة مرة من إرهابيي سابقيهم. لذلك حتى الدول الأوروبية عليهم الخطر أكثر من عندنا. نعم، يعني ربما حتى هؤلاء يحملون الحقد والثأر لآبائهم أو لسلفهم، ربما يكون خطرهم مضاعفا وأكثر ضراوة من التنظيم عند نشأته. أستاذ يونس، نفسيا وحسب علم النفس أستاذ العزيز، سلفهم آبائهم وأمهاتهم حينما أتوا ربما كانت لديهم نوع من التراجع، كونهم قد تربوا عمرا طويل بعد 20 سنة من أعمارهم، بعد 30 سنة من أعمارهم حسب أعمارهم، قد دخلوا
أما هؤلاء الأطفال فمن مولدهم إلى يومهم هذا لا يعرف شيئا سوى الإرهاب والضغط والقتل والتدمير. لذلك حتى نفسيا هؤلاء الأطفال لا ينفسرون إلا قبل أن يعملوا ما يريدون عمله. طيب ما الخيارات أمام التعامل مع هؤلاء أستاذ يونس؟ ما خيارات المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، منظمات حقوق الإنسان، وحتى يعني الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا والقوى الأمنية، ما خياراتهم بهذه الحالة؟ الخيارات لابد من التأهيل، لابد من إعادة تأهيل أو ما يسمونه بريسوسياليزيرونج، يعني إعادة تأهيل هؤلاء إلى رشدهم. لابد من تواجد جمعيات ذا خبرة نفسية نفس وإعادة تأهيل هؤلاء الناس للمجتمع، وإلا ستكون عادة على كافة العالم. الأستاذ يونس بهرام رئيس المنتدى الألماني الكردي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من درزدن، شكرا جزيلا لك. من عمان ينضم إلينا الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال. دكتور مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم، نتحدث عن الخطر ربما القديم الجديد الذي ربما يتم التحذير منه مرارا وتكرارا، إلا أنه لا يوجد أذان صاغية لدى المجتمع الدولي التعامل مع هذا الخطر إلا بعد كما يقال بالعامية بعد أن يقع الفاس بالرأس. يعني هذا الخطر ربما يهدد جميع دول العالم، وهو خطر عودة إرهاب تنظيم داعش بحلته الجديدة بجيله الجديد بجيله أكثر ضراوة من الجيل السابق. دكتور حسن مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أنه هذا خلل، يعني خلل استراتيجي يقع فيه المجتمع الغربي وأيضا الجهات المسؤولة والمنظمة لهذا المخيم، وبالتالي وجب على المجتمع الدولي تفريغ هذا المخيم بأسرع وقت ممكن بعد تأهيل من هم موجودين في هذا المخيم، وخصوصا إذا ما علمنا أنهم الأغلبية من النساء والأطفال، وبالتالي هؤلاء لهم حقوق كما عليهم واجبات، وبالتالي إذا تركنا هؤلاء في المخيم أنا باعتقادي أنه هذا سيؤثر مستقبلا على نشأة الجيل وإنشاء جيل قد يؤمن بالإرهاب بسبب الحقد على المجتمع الدولي وعلى المجتمع بشكل عام، لأنه تركه في كثير من الأمور بدون قد تكون رعاية صحية كافية أو تغذية كافية، وبالتالي هناك مشكلة في قضية الصحة والغذاء وأيضا في التعليم. ثم إذا ما استرجعنا الإحصائيات، في العام الماضي تم قتل ما يقارب 126 شخص، وكان هناك محاولة يعني 141 محاولة قتل وإحراق أكثر من 31 خيمة، وبالتالي هناك يعني لا قانون أو هناك فوضى عارمة في هذا المخيم، ويجب يعني حتى على هناك اعتداءات. دكتور حسن آخره على مكتب منظمة المجلس النرويجي للاجئين NRC، يعني هناك اعتداءات على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اعتداء على المنظمات التي تقدم يعني الخدمات الإنسانية لهؤلاء. دكتور حسن اليوم كيف يجب أن يتم التعامل؟ يعني هل هو نقلهم إلى مكان آخر بعد تفتيشهم والتأكد من عدم حيازتهم على الأسلحة، سيما وأننا يعني سمعنا إلى ضيفي من شمال شرق سوريا الأستاذ مهند يتحدث بأن هناك أسلحة رشاشة وقذائف RPG، يعني هذا خطر كبير جدا بالنسبة لمخيم أو لاجئين ونازحين. نعم، أنا باعتقادي يجب تفريغ المخيم وإعادة الجنسيات إلى بلدانهم وإلى دولهم. مثلا العراق لديه تقريبا ما يقارب من 20 إلى 30 ألف، أغلبهم من النساء والأطفال، 20 ألف طفل، وبالتالي هذا واجب الحكومات أن تسترجع مواطنيها، وأيضا الجنسيات الأخرى الأوروبية وكذلك السورية. أنا باعتقادي أنه الحل الأسلم والأفضل هو تفريغ هذا المخيم من ساكنيه بأسرع وقت ممكن، لكن بالمقابل هناك جهات مستفيدة من قضاء التمويل الأجنبي لهذا المخيم، وقد لا تسعى إلى إفراغ هذا المخيم بسبب هذه المصالح الضيقة البسيطة، لكنها استراتيجيا قد تؤثر على مستقبل هذا الجيل الذي ينشأ في ظل ظروف غامضة وحاقدة على المجتمع بسبب تخلي المجتمع عن مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه هذا المخيم. طيب هناك دعوات هناك دعوات متكررة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، ربما تمت مناقشتها في العديد من الحلقات في برنامجنا، لكن
لا يوجد أي رد، لا يوجد أي تجاوب من قبل المجتمع الدولي، سيما وأنه ربما منشغل في ملفات أكثر تعقيدا وتهمه أكثر، تهم المجتمع الدولي أكثر دكتور حسن، لذلك لا يوجد أي استجابة لهذه الدعوات بسياق إعادة يعني الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم ومحاكمتهم ومحاسبتهم في دولهم، ولا حتى باتجاه إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا للتخلص على أقل تقدير من خطر هؤلاء. دكتور حسن، أنا باعتقادي يعني يجب على الإدارة المحلية الضغط وعمل حملة دولية تساندها مؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن الإنساني في إبراز هذه القضية على أكمل وجه في الرأي العام العالمي، حتى يتم ضغط على صناع القرار في الغرب. إن لم يتم ذلك ستبقى هذه المشكلة قائمة، وستستمر المأساة والقتل والتهديد بالقتل، و خصوصا يعني في المرحلة الأخيرة لو تهديد المؤسسات المجتمع المدني التي تقدم المساندة والمساعدة لهؤلاء. وبالتالي إذا تم إفراغ المخيم من المؤسسات المجتمع المدني تساعد وتساند، فبالتالي هناك أنا أعتقد أنه الموضوع سيزداد تأزيما والوضع سيكون أسوأ بكثير، ولن يكون هناك أمن واستقرار داخل المخيم. الدكتور حسن من نعم تفضل. نعم، فمن الأفضل الآن الإسراع في تفريغ هذا المخيم بالاتفاق مع الجهات الدولية المانحة والمؤسسات المجتمع المدني، وإعادة توزيع من في هذا المخيم إلى دولهم وبلدانهم أو إلى مناطق مختلفة، حتى لا يكون هناك بؤرة لصناعة جيل يؤمن بالإرهاب بسبب حقد على المجتمع الدولي وبسبب البيئة الحاضنة لهؤلاء داخل المخيم. نعم. الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية من جامعة الحسين بن طلال، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.